وكان سمو الشيخ خالد بن حمد الخليفة النائب الأول رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة، الرئيس الفخري للاتحاد البحريني للرياضة فنون القتال المختلطة، مؤسس منظمة خالد بن حمد الرياضية، قد شهد منافسات النسخة 21 من بطولة القتال الشجاع لفنون القتال المختلطة للمحترفين، والتي عقدت أمس بتنظيم من اتحاد القتال الشجاع بصالة مدينة الملك عبدالله الرياضية بمدينة جدة بالمملكة العربية السعودية الشقيقة، بمشاركة 22 لاعبا من 11 دولة، من بينهم لاعب فريق خالد بن حمد لفنون القتال المختلطة حمزة الكوهجي، وحضور عدد كبير من محبي وعشاق رياضة فنون القتال المختلطة. واعتبر سمو الشيخ خالد بن حمد الخليفة أن مدينة جدة محطة ناجحة لتعزيز موقع بطولة اتحاد القتال الشجاع في المنطقة، مؤكدا سموه أن البطولة تسير حسب الرؤية التي تركز على الانتشار الواسع، لتؤكد حضورها القوي على مستوى بطولات رياضة فنون القتال المختلطة عالميا، لتعزز بذلك ما تشهده البحرين من تقدم على المستوى الرياضي. وقال سموه إن التطور في الرياضة البحرينية يأتي بفضل رعاية ودعم جلالة الملك المفدى، مضيفا سموه أن المتابعة المستمرة لسمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الخيرية وشؤون الشباب، رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة، رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية، أسهمت في مواصلة العمل نحو الدفع بعجلة التقدم في المجال الرياضي. هذا وشهد سمو الشيخ خالد بن حمد الخليفة نزالات البطولة التي أقيمت خلالها 11 مواجهة.
منافسة النسخة 21 من بطولة القتال الشجاع لفنون القتال المختلطة للمحترفين تعقد هنا في جدة في أجواء حماسية ووسط إقبال واسع من قبل اللاعبين المحترفين للمشاركة. إن هذه الرياضة آخذة بالانتشار والتوسع، وما يدل على ذلك ما شهدته البطولة من حضور عدد كبير من محبي وعشاق رياضة فنون القتال المختلطة بالمملكة العربية السعودية. أنا يهمني أن أغير المجتمع اللي احنا فيه، اشوف ناس يهتمون بالرياضه، ناس عندهم اهداف حتى برا الرياضه، ان اهداف عالميه مو باهداف انه يصير احسن واحد في البحرين. والله اقول اول شيء الحمد لله رب العالمين على كل شيء اعطوني ربي، واحب اشكر سمو الشيخ ناصر سمو الشيخ خالد على انهم وايد داعمين للرياضه، وقاعد بمناسباتهم قاعد نشوف الرياضه شلون قاعد تتطور بين الشباب، والشباب قاعد يهتمون بالرياضه اكثر. واحب اشكر كل البحرينيين وكل العرب اللي وقفوا وياي، وخاصة فريقي اللي جو من بحرين لجدة بس عشان يشجعوني.